فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما تفسير قوله سبحانه وآتاكم من كل ما سألتموه؟ هل المعنى أن الله سبحانه أعطى الناس كل ما سألوه؟ هذا هو ظاهر الآية، هو ظاهر الآية، وأنت عليك قاصر الحين، كل شيء متوفر عندك ولله الحمد. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.